قولي بقى، لما يبقى عنده إنكار أو دينايل ده صح ولا غلط؟ لازم نكون عارفين ان في مراحل لازم هنعدي عليها. اولها الانكار، هو بيحس ان الشيء غير منطقي حصل، انا اللي متعود عليه وفي عشرة واتعودت على روتين يومي معاه، اتعودت على ديتيلز يوميا بعملها. ببتدي انكر بعد قد ايه من الموت؟ على طول ده ساعتها. ساعتها ده ما حصلش. طبعا في ناس ساعة الوفاة لما بتشوف حد ليها عزيز درجة أولى، من الدرجة الأولى بالذات قدامها توفي، تقول لك اتأكدي إنه مات. هي عندها حالة إنكار. لازم تعدي على الحالة دي. ممكن بتقعد لحد شهر، بنقعد في حالة إنكار لمدة شهر. بس بيروح الجنازة عادي وبيروح الغسل عادي، وتلاقي ناس بيبقى إيه؟ وتلاقي ناس ما بتعيطش ساعات. عادي يا حبايبي، هو امتنح. هو ده الغلط بقى يا سالي، هو هنا الغلط. بس نكمل ايه الستيج اللي هنعدي بيها، وبعدين ممكن نقول الغلط فين. اوكي. اللي احنا في خطر علينا، بيجي بعد كده حاله من الغضب، اللي هي اشمعنى انا اللي يحصل لي كده؟ طب هل يا ترى انا قصرت في دكتور؟ هل يا ترى، يعني بتيجي حته لوم واسقاط على الذات او على اللي حوالينا او على هي دايما دي بحسها بتبقى وسوسه الشيطان، انه مش وسوسه، ده كان ممكن تعمل اكتر من كده، كان ممكن احسن من كده. فاكر لما قال لك تعالى اقعد معايا واعملي ساندوتش وانت ما رضيتش؟ انا فاكر لما كان ممكن تقول لها بحبك ومع انا مقصر. بتيجي دايما ان احنا رهيبه دي. بالظبط كده. المرحله دي بتقعد قد ايه؟ شهور، ممكن 3 اشهر. بعد كده بتيجي مرحله اللي هي المسمى مع نفسي، طب لو يجي بس وانا اصلح كذا، ايه اللي يحصل لو جه؟ او لو جت مثلا وانا هصلح ده، طب انا هودها اكتر لمامتها. أيوة. مثلا المراحل دي لازم نعدي عليها. بتاخد وقت قد ايه؟ تختلف حسب تعاملنا مع مشاعرنا من شخص للتاني. يعني ما نقدرش نقول حسب انا بحبه قد ايه. لا، في شخص من نوع اللي هو عنده تصالح مع اي موقف صعب يعدي بيه ومع نفسه. في شخص تاني لا، بياخد وقت كبير قوي، بيبقى اكثر حساسيه في مواجهة المشاكل، ما يبينش. فده بياخد وقت، غير ده غير ده غير ده. ما نقدرش نقول ان هي فيها تعميم لفتره معينه. لما تعدي، في ناس تقعد 4 5 سنين على فكره. لما يعني ممكن تطول ل5 سنين. بس ايه اللي هي بقى اخر مرحله؟ امتى خاف؟ امتى خاف؟ لما اول حاجه نفتكر ان هو حزن وهو اكتئاب.